ريفينو ومتتبعي برنامج لقاء مع لقاء هذه الحلقات يخص وكلاء اللوائح الانتخابية لمدينة الناظور، ولقاء هذه الحلقة يخص حزبا سياسيا عتيدا بالمغرب وبمدينة الناظور. اختار له وكيلا للائحة أحد الشباب المثقفين والجمعويين الغيورين على هذه المدينة، وله باع كبير في المجال السياسي. اختار له كوكيلا للائحة الجزء الأول الأستاذ سليمان أزقار، ممثل سليمان طرح الزجد الموقعنا الريفينو. شكرا سي مصطفى، وأنا بدوري تشكى الموقع الريفينو، وأيضا تشكى كل المستمعي الموقع الريفينو. سي سليمان، نسن بأن التجمع الوطني الأحرار كنيو كعائلة قطعوا مقدمن وغني ويزن زبو كيباخ نسن مازال وفيون، وللأسف الشديد أن الوفاء ذي هنديت النظار أنا ذقري يلا لحد الآن نتاف إجن لائحة مازال وفية الحزب النس. تشبث نوزي التجمع الوطني الأحرار؟ أكيد سي مصطفى، هو أنه الحزب تجمع وطني الأحرار غاسجن امتداد دي اقليم الناظور، كذلك اقليم الدرويش، ربما اكيد على انه ارتباطه اولا لرؤساء اكينخ الحزب من بينهم السي مصطفى المنصوري، الذي نفتخر انه ان حتى انت من بين ابنان الحزب، واكيد انه حزب تجمع وطن الاحرار كان دائما قريبا الى قريب مقربه القرب الى الساكنات مدينه الناظور، واكيد على انه من خلال السرد التاريخي من خلال الحكومات المتعاقبه كانت هناك بصمات قويه لاطر ومناضلي حزب تجمع وطن الاحرار ذي مجموعه من المشاريع اللي انفذت على ارض الواقع ذي اقليم الناظور واقليم الدرويش. واخا سي سليمان، نشأك يشكي غير الحوار لان قاش مرتبط غاش ارتباطات قويه انا نشدها مش كطاس. سؤال مباشر فقط، ما سي سليمان راضي ما قدمه المجلس السابق؟ ارتباطا بالمجلس السابق اكيد على انه ربما اقتحم نشيل المجال العمل الانتخابي، الا ربما على ما اظن الوضعيه الراهنه نتندينت، لا اظن انه ذي شنو يجن مس النظر راضي الوضع، انه من خلال الصوره الواضحه الواضحات باين كل شيء باين، الاكيد انه هنالك يعني استياء عاري من طرف جميع مكونات الساكنة النظر. إذا بصفتي أنا مدينة النظر من أجل نداء هذه المدينة، ومن واجبي أيضا أن أساهم بكل ما أوتيت من قوة من خلال تصوري غارينش أنه في غير في نبوة وشغل إضافة مقرنت أكيد على أنه إذانا ووشين ولو، لأنه فاقد من شيء لا يعطي، يقول الله تعالى في كتابه عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أكيد أنه إذانا الصورة إذا تقييمينو الوضع المجلس البلدي السابق أنه كان يعني جد سيء، بهذا يعني ميني غير جنشين كشباب يخص أن نقتحم الميدان ونجيبوا الفراغ، لأنه إذانا تستغلان العزوف بالمقاطعة، ولكن أكيد على أنه مشاركة وواجب وطني واجب من أجل الرقي ذنبتنه، وأيضا مفروض خانق انه انوش ثنديتنا وشين غطوس يخصم وشين اسنوش بالمقابل. سي سليمان، البرنامج نو من الحزب ثانيتين من جهتي في كيما غطوس للبرنامج نو؟ اكيد على انه ثنديت النغ تعريف مجموعه من اختلالات، مجموعه من النقائص سواء بالبنيه التحتيه، وايضا غاس يجي نقص حاد لمجموعه من القطاعات خصوصا القطاع الرياضي والقطاع الثقافي وايضا القطاع الاجتماعي، وكما ننسى ايضا القطاع اللي هو ضروري واساسي القطاع البيئي، ربما في الاونه الاخيره المواطن يعني الساكنه تنديت النظر يعني استشعرت ب يعني صوره قاتمه فيما يخص خصوصا المجال البيئي من ناحيه النفايات الصلبه او من جانب المناطق الخضراء. المجلس البلدي السابق كان جد سيء من طريقه تدبير النس، مناطق خضراء منعدمه بتاتا الى درجه وحتى الصيانه يعني الصيانه النس تغادي المستوى وقبر تخرج من الجرادي، ولكن حتى حفاظ الجرده وحاور البوسكين غير الصيانه، فما بالك الجانب الاخر النفايات الصلبه فيما يخص الاونه الاخيره عرفت انتشارا مهول مما
أثر بشكل سلبي على القطاع الاقتصادي وكذا القطب السياحي. نتمنى من خلال الأوراش الكبرى يتشمل سيدنا الله ينصره أنه باش تدير النظر انطلاقة أن تأتي وجهة سياحية، ولكن سي مصطفى كيف يعقل اليوم أنه النظر تنسوق كقطب سياحي في حين أنه نشين نغاق غيكفورات؟ أكيد يجن معادلة متناقضة ما بين التوجه إن يعزون نشين النظر تنسوق كقطب سياحي في حين أنه الممثلين والمسؤولين تدبير شأن المحلي ونبذل المستوى باش تريق النظر إجن قاطرة اقتصادية وإجن عجلة باش تدفع عن غزات باش تريق تنعكس إيجابا جميع مكونات المجتمع ديت النظر. قبعة مصطفى مثلا أنك شفت في اللائحة ما تشترط إذا تشترط أكيد إذا تشترط أكيد دي جيني كيش دي اللائحة نعتز ونفتخر أنه لأول مرة من الأحزاب الكبرى جندي النظر أنه شن ثقة لأول مرة قاعد أؤكد على ذلك، لأنه الأحزاب الأخرى المعروفة على الصعيد الوطني القوية يعني معروفين استعانوا بالكائنات الانتخابية باستثناء التجمع الوطني الأحرار. نفتخر ونعتز بكل مكونات المناضلين لحزب تجمعات الأحرار وعلى رأسهم سي القادة السلامة إذا كان ثقة، لأنه نادرا أنه تغذي التخوف بطبيعة الحال. لائحة النظر كانت بطبيعة الحال يعني ترتكز على الأشخاص الذين أي غيرين ذي اللائحة هذه سيرين شخصيا ثلاثة معايير أساسية. أولا الغيرة سيبدأ غادي ذي اللائحة هذه سير الغيرة، ثانيا استقامة والنزاهة، ثالثا الحكامة. سميق الحكامة يعني وذانا غاصن ذي الباقاش نسن غاصن التصور يمكن هذا بشن إذنية النظر. اليوم تدبير شأن المحلي يجب يعني لا منصة من ذلك يعني وعربون خيار آخر من غير الكفاءات والنخب يبدأ تندت النظر أتوين غزات. يا أخي مصطفى كن على يقين على أنه فاقد الشيء لا يعطي، ونشر بيثن المجلس السابق أنه يتضح على أرض الواقع على أنه يوذنا وغاسم وجن تصور وغاسم وجن برنامج اشترافي مما أثر بشكل سلبي، وربما الصورة القاتمة يتوى الصورة جديد النظر يجن جواب واضح على أنه اليوم النظر يحواج يوذى الناس يغاصن تصور ثندت يعني أتنقذل. أجد أخبغ باش وتفو بالموضوع أجد أخبغ النقطة نيش نغ اللائحة نعتز ونفتخر أن لائحتنا لأول مرة 95 دمية كل جلهم يجندي اللائحة لأول مرة تفن انتخابات واش بقى أول مرة، ولكن هذا ما كيعكش على أنه الاختيار النظ تغث ينصب حول نغش يبدأ نغاصن يعني تريغاصن ثلاثة معايير أساسية أنه غاصن الاستقامة غاصن غير خدمة نسن وأكثر من ذلك غاصن الحكمة، لأنه تندت النظر حواج إوذانا إذا تجمعة الأحرار يبشى الثقة إوذانا. ما نتمنه من الساكنة اليوم أنه أروشن الثقة حتى ما يمشى الحزب النغي الثقة الشباب ونشك الشباب العبد الضعيف لأول مرة تفغ الغمار الانتخابات المحلية بتابعة الحال. إذا مستتيمغ هو أنه إوذانا يوذن ساكن النظر هذا وشن ثقة يوذنا باش يقل قطيعة باش نوش الدرس أنوش نسوق الدرس إلى الأحزاب الأخرى بأنه يخسثن وتستعن جس الكائنات الانتخابية. كائنات انتخابية أفسدوا هذه المدينة، إذن آن الأول لنغير نطمئن، لأنه حتى الساكن يوذنا الكائنات الانتخابية يسوقون أشياء مما يعني يؤثر على انه اذا يتوقع عزم فقدان الامل نشي لانه تقيل فقدان الامل يستغلونه الاخرون المفسدون. انا الاول نقول للساكنه يجب ان تشاركوا بكثافه لنقطع الطريق ان سبد بريد مفسدين يفسدن تنديت النظ. لا اظن انه شنو نشي كيش تهردن عبد الضعيف غير 41 سنه دائما عايش في المرحله المره لا مرحله الطفولين لا مرحله الشبابين وقد تفرج مرحله الثالثه لم استفيد من النعمه تنديتينو. واخا سي سليمان الخوشك تبغاش تبرر مع معايا الانتخابات تبغى تعيش ذاك المصطفى الله يرحمه تبغى يحتاج في العيب الثقيل المشاكل اذا تبغى المجلس البلدي المشاكل اللي تبغى تعيش ربما تبغى تشبه الاهميه الاخر ماني تبغي مع معايا مش تحس ذاك الحمر. اكيد ماشي تو تحس اكيد هو مش متابع للشان السياسي والشان الانتخابي من خلال تراكم تجربه، لانه اشتغل ثلاثه مدير حملات السابقه للمرحوم مصطفى سكوع بمناسبه رحمه خاص واكيد على انه من خلال بمناسبه من خلال يعني التواصل مع الساكنه وفرج التجاوب لا مثيل له من خلال اعمال يعني الخيرات المرحوم من خلال خدمات. اليوم المواطن من نظري نهار يفقد ونهار يقدر
القيمة مصطفى أزكوار، لأنه الخدمات التي قدمها للمدينة، لأنه كان غيور أعرفه جيدا أخي، لأنه شتو خريب كيس كان ما يحس به من غيرة أنه طويت من تخندي تنس. واليوم المواطن نظر من العاش من خلال التواصل كيسن خلال حملة برنامجينو يجن تجاوب نهار يستغل قيمة المحو بأنه القيمة غاسيجن محبة لحد الآن، وخا قد ما تنس منذ سنتين، ولكن كن على يقين أنه حتى نشوف كيش دهار من عبد الضائف يعني استفتغلت زي الرصيد نزل المحبة نسني وذا لكن قريب كنت قريبا من 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 معاناة المدينة، ولكن لم أكن لم توجه بو وجه تفكير الحلول نتنديتينو. أكيد السي مصطفى ملي تنديتي هذا النير نش تنديت النظر يعني النظر على النظر مي تحسي وتحسي زي سمار السكينة، ولكن التغيير اقتضى كيفاش نبدا السكينه. اذا بني السي سليمان واش تجيب تخدم اضعاف مضاعفه باش تريد ران الاشاره بعدا للمرحوم الله يرحمه تكمل في الطريق النس؟ اكيد مرحوم ناس استفزاز ستوس يعني المسار ان شاء الله يغطفو، اكيد انه هذاك السي حاج طواس القوه خاص كمل يعني النقط الضعف الاخطاء تغدي اخصي ان تصحق باش نكمل مشات كبر مسيره. اما اذا تجي لنا من خلال اولوجينو العمليه الانتخابيه اكيد وفيها صعوبه تنقرنت اللي ماشي منطق اليوم هو انه نتوارى بعض الاليات اللي تستخدم من المنافسين الوكاح اليات غير ديمقراطيه شراء الذمام. الحمله اللي توريد شكل الواقع التوريد ما كاش كراضي خاصك نيو التجمع الوطني الاحمر. انا لست راضيا عن طريقا تسويق اللوائح، طريقا التواصل ماشي ديمقراطيه اولا وماشي منطقيه، لانه كيف الغوغائيا الغويا ماشي هو المفهوم العمليه الانتخابيه. التواصل لك المواطن هو الاقناع. نش بالمناسبه هي باش يسمو سكينه، انا اتحدى من يقول على انه نش الجيري وذن يتسوق الإفارق التوريخين تم الشكل اللي تيتقني ثنين، بالعكس نش الجيري غاسن تكوين تمام يوذن ماري توزع مثلا برنامج النغ الجيري غاسن تكوين أول ما يخان تكوين قد ما غاسن برنامج النغ طرح غاسن السؤال إخوانا خصوصا أكثرهم طلبة أميس نسوق أقش برنامجي غير برنامجي ناس ما تقتنع من الزيس أمي يقتنع من الزيس ناس فهم غير المواطن عطفهم المواطن ما كيسن توصلهم السيني بقى الوكيل لائحة المجموعة الناس بتابعة لحل لائحة ويحر حقش البرنامجي غاش قاشين قناع الزيز زي البرنامجة نوز نغاو منهارة المواطنين أو مستقناع زي البرنامج إذا غيوشا حزب تجمع الوطن الأحرار بتابعة لحل الوكيل والمجموعة الناس. أكيد التواصل مهم، يجب إقناع المواطن، كفانا من العبث، كفانا من غوغائية، كفانا من طريقة نتسوق يخفنا كأنه نشين ماشي حضاريين. مدينة النظور تزخر بطاقة بتابعة الحرب بكفاءة ونخب وعائلة محترمة. أنا الأول نقول بأنه النظر خصنا نمئن بالله أبريدي مفسدين أبريدي يعزون ولوبي ولوبي يجن ولوبي خطير خش نهار يعزو يتخطط إذنية النظر باش يتلغى الوراء، ولكن لا أظن أنه سكن النظر بلداء الدرجية عقلاء غرغي عائلات غرغي وذين غرغ الشباب خصوصا نهار الشباب واعي تطور التكنولوجي من فيسبوك إلى الوسائل الأخرى التكنولوجية. نهار أنا نقول لهؤلاء المفسدون بأنه الشباب ذي النساء ذي المرأة ذي الرجل قين واعي النهارة الهم تنديت نهارة يا أخي مصطفى من خلال التواصل مخير وفيق في غاصر الهم تنديت نهارة نهارة يعقل سمي تقارن يخف النغ ماشي مدن أخرى بعيدة كان طنجة كان دار بيضة دار بات نغفاس عن غير المدن المجاورة حسيمة ذي باركان ذي وجدة أحفير أكيد أنه تم نتعقد نهارة ذورا تمد، ولكن وين يجي الوضع نشي نحن نتحمل المسؤوليه نشي لانه سمح الله نتشارك وندقوا حسن الاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. القرن 21 سي مصطفى مازال عاد نعتقد ناس زوين خانق الرؤساء نيغ المكاتب السيارة لا يفقهون شيئا ولا يتقن اللغه ولا حتى يتعرف التواصل مع وفد الاجنبي يتركور لانه مساله منطقيه وغاصبين غيوش حتى الطريقه باش يدي حار ذيك الاجنبي ماشي نهار قاش مثلا البلديه خصها تجلب الاستثمارات مين تجلب الاستثمارات خاش ما تسند مثلا الوفود الاجنبيه زاد الاستثمار وغير هارد وغير هارد سي سليمان يمدنا بعدا مس الميثاق الجماعي هذا اكيد مس ما خدمت الزايس بقى مع اللي كيتغريني يلقى نزره شويه نتحسن بعدا هو هو الخطا على ما اعتقد هو مؤسسه الحزبيه لانه مؤسسه الحزبيه تزكي اشخاص ليس لهم اي درايه في طريقه تدبير الشان المحلي للميثاق الجماعي في القوانين التنظيميه. اكيد ان الدور يعود او اساسي وموضوعي الى الاحزاب السياسيه. ما نطالبه اليوم انه المواطن نهار الاذي يفطر لا فرقين بين هذا وذاك، ولكن على ما اعتقد انه المواطن يسن حزب
يتشن فرصه الشباب الاطور الكفاءات النخب الحزب يعزوا الاصوات اصواتها يعزوا مقاعدها من اجل اغراض شخصيه بحثه. اكيد من عز نهار كشاب وطالب بشرف النظام مره ساكنه تنديت مره هذه الكفاءه العبث كفاءه المفسدين نهار قرر التوجه تم توجه في سكينه قام لي ودنا عقد مره ثانيه كون علي يقين انه تنديت ادرهم يجي السنه غير الوضع شي وانا زغلو يا غزال ارجوكم انه تقاسي ودن ساكن النظام يخضع في ودن جديد يغنب الجديد اكيد على انه ماشي مني ويخدم اكيد مرتبط بالمعايير مني غتجي لنا الاستقامه ذي الغيره ذي الكفاءه وذي الحكامه. ارجوكم من ساكن النظام نهار تنديت تنادينا جميعا من قلب بعضي الاخوان تنادينا انه من اجل انه صوت على الضمير نهار الشباب مره لانه الطريقه التسويق اللوائح الاخرى من شراء الذمان نهار ماشي منطق كما تهردن لانه هو عمل تطوعي في جميع الحالات عمل انتخابي تقدم ذاته تقدم خدمات المدينه من اجل التدبير والتسهيل العقلاني وماشي منطق نهار الشهر وقت الشغل مثلا ذي الوقتين والعائلين واش راني غتمليات ما يمي باش تدي ما غير بحق حاش خدم واش خدم شي يا اخي ماشي منطق نهار اللوائح تشنت الملايين والملايين من الدراهم زعما بني باش اللي يخدم تنديد ويخدم شهر ومن حقه السيده وتيش الملايير فوق ومعروفين النظام يكمل انتيش الملايير كون على يقين من حقه ملي يقعد ويخدم تنديد لانه انت صغار ملي زعما اكيد انه هذه نجل لوبي الفساد مش قاجينا لوبي العقار ديال اللوائح النغنيت ومعروفين ربما ساكن السنت مره ننتي ما نسن التاريخ نسن الثروه ما يزيد الثروه ني الاخو خت كنت استثمارات والمقاعد ربما سنت مره ساكن النظر مش في المقاعد نسن المراتب ديال اللوائح ولكن لنقول للساكنه انا الاوان سجن محطه تاريخيه محطه حاسمه الفاصله ما بين التقدم وتقهقر اكيد على انه نداء النق والرسالة النغ واضحة للشباب للمرأة إيواريز إمارة سكينة ونغس نغير خدمة الناس أنا الأوان لنقول أرجوكم كفى من العبث نهار عن فرحة نشارك وتكون مقاطعة لأنه مقاطعة تستغل نتيني مفسدين لأنه المقاطعة وليت الفارق تسندي وذن غير أهل المسؤولية إتكولارا إديا المصير مصير نتندي النغ أرجوكم إخسر عن فرحة نشارك بكثافة ما غاش هاد الكثافه انا اختار غير باب جديد يغنباب يتوين ديني يخصو تعقيب من شهر غادي ني ودان 20 30 سنه قاعد ديني ني توين ديني 6 سنين ني 10 سنه واكين والو اخي مصطفى كيف يعقل اليوم ادسني ودانش ني خانك واتكين شهر قمساله واضحه وباينه نتمنى من سيتي مغسولينو غير خندي تنو ارجوكم ايها الساكنه النظور فغم نهار تصوتهم بكثافه لنقطع الطريق امام هؤلاء لانه ودان غادي يشل الملايير ما تنسهرش عاودي ثني باش مري ديوسين نغنيت وتيفن شاع مري ودان شعر كنس الكثافه يخضر ودان دي مستوى كون عليا اخي مصطفى مفسدينا والله ماذا غادي في الانتخابات خاص ندير الصعوبه واخا سي سليمان السؤال اللي قال 14 تنبير نهار الجمعه نهار قرب ديال الجمعه يقول ان شاء الله المواطن النظر داخل المعزل مواطن داخل المعزل من دستقه اكيد من المواطن مريف المعزلني ان يستدرك على انه صوتني أمانة يحاسب عليها أمام الله تعالى يوم القيامة. ثانيا سوف يحاسب عليه أمام التاريخ أمام أبنائنا وأحفادنا. هذا شيء جناح خير السي مصطفى. هذا ربما أيون نش أشني أبابا نغ ميش أشني عفوا ميش أبابا نغيون نش أجدي توش كيج مرحلة التاريخ نش وذي خذ أبوي وذين غيسي وجذن باش العيش يعني مش عيشان مرة وذين تديت نغ تجيبون مستوى تطلعات مرة الأجيال دي قوان خو لا شباب لا الأطفال لا حتى الشيوخ النخ وخنبو راضي ولكن ندائنه انه يجب ان يستحضروا العقل نسن الضمير نسن لانه المسار تدي النق يهمنا جميعا تقدم تدي النق تنعكس علينا ايجابا جميع ابن ساكن النظام ارجوكم من ساكن النظام ارجوكم وارجوكم مش باش يخفيوها مهم يخفي ابن جديد من ندائنه الاخير انه يبدا تغين دي نوصل تعقيم ان شاء ارجوكم نوقين شو غاس من غيكين شوف فرصه وجوه جديده نخب جديده وبعدين يبدا الشباب شي بس الفرصه ارجوكو ربما حتى عمليه ديمقراطيه من تقع حتى الدول المتقدمه اوروبا امريكا كلشي تقل التناوب يجيب تشرح بنادم يجي مصطفى يخدم تارنت ويخدم شد اكسد عمليه سهله وعاديه جدا اذا ارجوكم سخنوا العقل نوم سخنوا الضمير نوم بانه مسار والمصير انت ديت نوم خطفوا سنوم ارجوكم باش الله تعالى وانت حيسبشا التاريخ وانت حيسبشا يخفى في ودن هذه دي مستوى انت طلعت ساكنه النخ
سي سليمان أزبوار، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، الرمز النس للحمامة، أما باش تسلم يخاطبك النيو سمور، يوجهم دي جنيدات، يقراهم دي آخر كلمة النس، يخضر، يوذان ينقال، يوذان من جديد، باش وتعيش بالمهزلة، يتوغن نعيش دي المجالس القديمة. إذا سيس من وم نتشكى ومثلا الحاج سليمان أزبوار، ونتمنى التوفيق للطاقم النس يقدموا من برنامج النس، اما باش دوم نغنش كذلك هذه الحلقات السابقه قاموا باش يقدموا المرشحين مره الوكلاء النوائح سلسة سخمم من عقلهم خزاهم ني جدي المستوى كي مخص توريق، لان توريق ني قد الامانه خاص حسب يوم القيامه. اذا مره اخرى اولا كاع تشغس يوم مثلا اسبوع. اذا السكينه النظر سيتي بون ان شاء الله خرج نلقى اجن برنامج فقيه السكينه مره برنامج واقعي برنامج وديس باللغه الخشب ان شي شهرين مجموعه من الاخوان كاين اللائحه نلقاش الخليه نفكها مليح نتوالى النقائص والخصائص تاعنا النظر على شتا قطاعات، ما هو ثقافي، ما هو رياضي، ما هو اجتماعي، ما هو اقتصادي، وما هو بيئي ايضا اللي هو ضروري ومهم. ماشي نلقى اقش بسيط جدا قراءه بسيط ستيتي ما وتمني زكورينو انه اطغى مليح ما توقع مزيس قيم التجمع الوطني للاحرار وخصوصا الحمامه، لانه تسوتم خل الحمامه اكيد تسوتم خيوذان.